اهلك بس الاولويه للرياضه يعني لحد دلوقتي بالنسبه لي. بالنسبه لاهلي لا، لازم تدور على شغل. طالما اهلك فتحوا معاك الحوار فاحنا جايبين لك عميد الاسره شخصيا معانا على التليفون، سياده العميد محمد برجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ووالد بطلنا وبطل ونجم مصر ونادي الاهلي يوسف. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. صباح الخير استاذ كريم، وصباح الخير استاذ نهواندو، وانا سعيد فعلا ان انا معاكم، وانا واحد من اشد المعجبين يعني بس النظر مدير النادي ومتخذ المعجبين في البرنامج وقناه النادي الاهلي بشكل جديد. يشرفنا يا فندم، اهلا. شهاده نعتز بيها يا فندم. شكرا. واحنا متشرفين بيوسف كمان وبنهنيك على حسن التنشئه، يعني ان انت تكون والد لبطل دي حاجه محترمه جدا. والله ربنا يخلي حياتك، ما عشان كده احنا هو ماشيين على حسه. اي حد بيتكلمنا اقول له والد يوسف. فتحتوا معاه مؤخرا حضرتك وبقيه افراد الاسره موضوع الشغل كنا بنتكلم فيه، ولا كان موضوع ايه؟ الشغل صح؟ مؤخرا خالص، ده على طول، ده من زمان احنا بنتكلم في القصه دي وبنتكلم اهم حاجه البطل زي ما انتم بتقولوا كده يبقى ناجح في كل حياته، والحمد لله رب العالمين. يعني انت ما شاء الله ملتزم ويعني راجل في القصه دي، وهو ناجح في جامعته وناجح في مدرسته كان كويس، ولازم طبعا هو لازم يفكر في الشغل، وانا بقول له قدامك ما فيش حاجه اسمها الرياضه اساسا، لازم تبقى ناجح في شغله، فلازم برضه ان شاء الله هيبقى الشغل مع جانب الرياضه. اللي بيلعب رياضه لازم بيتعب، بيبقى عليه مجهود، بيبقى عليه لود، في جانب كتير بيبقى مضحي فيه بالصداقه والصحاب دي، طبعا ما بيقدرش يخرج كل يوم، بس في الاخر خالص هو قاعد قدامكم النهارده في الاخر خالص انتوا يعني عنده بطولات، هو ده الفرق بين البطل الرياضي واللي ما بيلعبش رياضي. بس هو شت عن افراد الاسره اللي كلكم ابطال في السباحه تحديدا، وهو طلع مع نفسه كده وراح لعبه ثانيه. لا والله انا يعني حمايه رحمه الله عليه اللي هو طبعا هو كان اصلا لاعب بولي، لاعب كره طايره، وكان مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وكان مدير جهاز الطايره، فهو بس يعني راح ناحيه الفرع الاخر يعني، بس في نفس الوقت دي حاجه كويسه الحمد لله رب العالمين يعني. عايزين نسمع من حضرتك رسالة تتوجه بيها مشكورا لكل أب وأم إزاي يربوا بطل عندهم في البيت. شوف، هو مفيش بطل من غير الأب والأم، ده احنا عايزين نوجه رسالة شكر لكل أم كل بيت، لأن الأم بتبقى عليها مسؤولية وعليها تحمل وعليها عبء جامد جدا جدا، والأب برضه عليه مسؤولية بس هو بيبقى في شغله وفي عمله عشان يوفر لهم الـ يعني الراحة اللي هم يقدروا يكملوا بيها. فطبعا احنا بنشكر كل ولي امر وكل ولي امر اللي بتبذل مجهود، لان انت عشان تودي التمرين وتجيب التمرين والنهارده تشوف يعني بطل قاعد قدامك وكل ولادنا في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، ودايما احنا بنركز مع رأس يعني الاخلاق اهم من البطوله، وال يعني انت تبقى ازاي بتربي نشأ طبعا عنده قدوه طبعا وعنده اخلاق عنده مصداقيه اهم من اي حاجه. احنا زانقين لحضرتك يوسف معانا على الهواء، هو فرصه عظيمه بالنسبه لك لو عايز تقول له اي حاجه اتفضل. لا انا اقول يوسف قرب من ربنا اكتر وربنا يوفقك، وانا ببقى سعيد جدا لما الناس بتتكلم عليه، وبتعيد جدا وهو متفوق في لعبته، وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. في ضغط الحياه مش سهله، فانت كل ما تبقى عندك مشكله قرب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وان شاء الله باذن الله يكتب لك الخير. ما انت محتاج يا يوسف تسال سياده العميد اي حاجه، اي طلب دلوقتي على الهوا هيتحقق. هو كمان على الهوا اهو. اكيد عندك اي تحفظات على المصروف مثلا، ليك طلبات خاصه، فرصه اهو. لو سمحت كريم بس عليا. احنا سعدنا جدا بحضرتك يا فندم، بنعيد وبنكرر التهنئه، يعني حاجه جميله جدا ان احنا نشوف يعني فعلا نموذج مشرف للشاب المصري. تحيه لحضرتك ولوالدته ولكل افراد الاسره، وبنشكرك على وجودك معانا يا فندم، اهلا بيك.